وصلت لهوني 8:15 قال لي شبيك جايه توا؟ قلت له سمعت شنو نعمل انا يا اخي انا نسوق. قلت له المترو هو. قال لي ليه ما هاكا جيبنا ايكيب جديده ولا شنيا. رجع لي بطاقه التعريف نتاعي وهاكا خرجت على روحي 12 ساعه واقفه سامحني كل يوم كيكه صعيبه على الاخر تروح تعب شنيا تعب شنو نموت من اصلا. عسلامه. سلام يا عايشك. شنو احوالك؟ لاباس. وينك انت؟ شنو رايك في الخدمه في تونس وفي العرف المتسلط؟ ما هيش خدمة جملة. علاش؟ خاطرو أسبي واحد يجي روتار يقول له بطل وسامحني هو فما عباد تجي روتار حاسلو مظاهر وبرشا حاجات. على روتار معناها ما يخليكش تخدم؟ ما يخلينيش. الله غالب. صارت عليك الحاجة هذية؟ صارت وي عند اليوم. اليوم ما اش صار؟ بيه انا خرجت من الدار 5:30 وعلى المترو تعرفهم كيف وكل وصلت لهوني 8:30 هكاك. لا لا 8:15 قال لي شبيك جايه توا؟ قلت له سمعت شنو نعمل انا يا اخي انا نسوق. قلت له المترو هو. قال لي ليه ما هاكا جايبنا ايكيب جديده ولا شنيا. رجع لي بطاقه التعريف نتاعي وهاكا خرجت على روحي. يعني على شويه روتار 4 ساعة الحكايه الكل ترد ظهر ما ظهر. لا علينا فهم يفهم وقعوا يعني بالوجوه الخدمه وليتها بطبيعه. كيفاش ظروف العمل؟ كيفاش الخدمه؟ صعيبه على الاخر 12 ساعه واقفه سامحني كل يوم كيكه تروح تعب شنو تعب شنو نموت من اصلا هيك. تمشي للتواليت يقول لك علاش ماشي سامحني وما ندرشني ويعمل لك خبيله ويقول لك راهو ندرشني لازمك تشاورني. شنو معلم تواليت تشاوروا على التواليت؟ اي قول له هاني ماشيه للتواليت. قول له سامحني انا بنيه باش نجي نقول لك هاني ماشيه للتواليت كيف تجي هذا مش طفل. قلت له وران حسي هذا هو استعمار هذا مش خدمه. ايه صحيح يعني لازم كل ما تتحرك تشاور. وانت شنو تخدم انت؟ سيكوريتي. معناتها مع الوقفه هذيك الكل يقول لك ما تحركش ما تدورش يعني ما تدور مش نص ساعه ولا ساعه الفوز كيفاش 5 دراج 4 يقول لك كملت ما كملتش راهو فما شكون باش يشوف تاريخ ولازمك تعوضه ومش كنت تقعد في مثلا في بوست واحده ولا حاجه من البلاصه لبلاصه. حسيلو برشا تعب وكها ربياتي. هذا الكل في تونس موجود؟ في تونس بدي اعرف بلاصه اخرين والله اعلم هكاك وما زلت تشوفوا اكثر من هكا زلت الايامات. شنو ميساجك لهم انت هذوم؟ حسوا بالعبيد خليهم تخدم على رواح علاش تحرموا منهم اقل حاجه وعلاش تكذبوا على العبيد سيتو. صح عايشكم.